لتسليط الضوء أكثر على استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد المدنيين والنازحين في اليمن، ينضم إلينا عرفات حمران رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك معنا سيد عرفات. أهلا بك وبالإخوة المشاهدين. أهلا بك سيد عرفات. يعني لا تزال ميليشيا الحوثي مستمرة في استهداف المدنيين ومخيمات النازحين، هل باتت هذه الاستهدافات يعني استراتيجية لميليشيا الحوثي في حربها ضد القوات الشرعية؟ طبعا ميليشيا الحوثية دائما ما تنتهك القوانين الإنسانية، ودائما ما لا تلتزم بقوانين الحرب، وتستهدف المدنيين الذين هم محميين أصلا حسب الاتفاقات بين اليمن والأمم المتحدة، محميين بموجب القانون الإنساني الدولي، والأصل أن يكونوا بعيدين عن النزاع المسلح. لكن بعد رفع اسم الميليشيا الحوثية من قائمة الإرهاب، بدأت الحوثيين بالتصعيد في محافظة مارب، وبدأوا أيضا باستهداف مخيمات النازحين، وأيضا باستهداف المدنيين بصواريخ سواء في مارب أو في تعز أو في الحديدة. هناك تصعيد يقوم به ميليشيا الحوثية بهذا الجانب، ويعني لا يلتزمون بكثير من هذه الاتفاقات، خاصة أن المنظمات الأممية التي تعمل في اليمن والمبعوث الأممي لا يرتفع صوتهم بمثل هذه الجرائم التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية، وهذا يشجع هذه الميليشيات على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم. يعني هناك في مارب ما يقارب 1,050,000 نازح، هناك 138 مخيم للنازحين، أكبر تجمع للنازحين في محافظة مارب، والأمم المتحدة لا تقلق بهذا الجانب. بينما في الحديدة عندما كان الشرعية على يعني 5 كيلو من تحرير المحافظة، قام المبعوث الأممي بإيقاف هذه الحرب نظرا للوضع الإنساني لمحافظة الحديدة، والذي ازداد سوءا بعد توقف الحرب من جانب الحكومة الشرعية وعدم إطلاق النار، وهو اليوم يتكرر في مارب. ولكن مارب لا تعني للمبعوث الأممي والمنظمة الأممية أي هاجس إنساني، رغم يعني ما سردت لها من مخيمات وأرقام. وهذا شيء غريب أن طيب هؤلاء السيد عرفات الذين جاءوا لليمن حسب الاتفاقات. السيد عرفات، يعني نعم، هذه الاستهدافات ما هي الغاية من ورائها؟ ما الذي تحاول أن تفعله الميليشيا؟ لماذا تستهدف المخيمات والنازحين بالتحديد والمدنيين أيضا؟ غالبا ما يتم الاستهداف عندما تنتكس هذه الميليشيا بالحروب، فالخسائر الذي حصلت عليها في محافظة مارب دائما ما تحاول أن تعوضها باستهداف المدنيين كردة فعل انتقامية لهذه الميليشيات، وهذا دأب الميليشيات دائما منذ 7 سنوات. أيضا يعني هناك كما ذكرت غياب لربما من الأمم المتحدة، يعني بما أن استهداف المدنيين أثناء العمليات العسكرية يمثل جريمة في القانون الدولي الإنساني. يعني السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الجريمة ولو كانت تحت الفصل السابع؟ غالبا ما يعني يقف المجتمع الدولي بهذه القضايا إذا رأى أن هناك تقارير واضحة من المبعوث الأممي والمنظمات الأممية تتكلم بصراحة عن من هو الطرف الذي يقوم باستهداف المدنيين ومن هو الذي يرتكب هذه الجرائم وهذه الانتهاكات. لكن عندما يغيب هذا الصوت وتغيب هذه التقارير ويصمت المبعوث الأممي والمنظمات الأممية، فبالطبيعي يعني أن المجتمع الدولي لا يتفاعل كثيرا لأن الصورة ليست واضحة عنده، فهو يعتمد غالبا على التقارير التي تأتي من مؤسسة الأمم المتحدة التي اتفق الجميع عليها وأرسل مبعوث ومنظمات أممية إلى اليمن فيها. عندنا مشكلة في أن المبعوث الأمم والمنظمات الأممية يغلبون كثير من الجوانب السياسية على الجوانب الإنسانية، ويعملون يعني بزوايا يعني اعتبارات سياسية أكثر من الاعتبارات الإنسانية التي جاءوا من أجلها. نعم،
إذن عرفات حمران رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، كنت ضيفا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك.